طبعا أنا اسمي هاشم مصري، رئيس بلدية قلقيلية. كانت المحاولة على أن يتم توسعة الهيكلية والمطالبة من قلقيلية على أن يتم توسعة الهيكلية إلى ما خارج حدود الجدار، جدار الفصل الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا الكلام كان قد رفض من قبل الجانب الإسرائيلي. الأمور تم التفاهم عليها بشكل تقريبا وتم التوقيع عليها. إذا أرادت الحكومة الإسرائيلية أو الجانب الإسرائيلي إلغاء هذا الأمر، طبعا أتوقع أنه لا يوجد عندهم أي مسوغ قانوني أو حتى مسوغ، إلا إذا هم أرادوا أن يتخذوا من موقف القوة والإملاء على اوكي. طبعا هاي مدينة قلقيلية، هاي الجدار، اوكي هاي توسعة. بس هون زي يعني هون بالحدود فيش ازدحام، يعني بالنسبة في ازدحام كبير جدا، يعني كلها ازدحام، كلها منطقة سكنية واحدة، يعني كل مواطن بصير بإمكانه ياخذ ترخيص بناء ويبني فيها بالوقت اللي هو يراه مناسب. أوكي. ممكن يبني اليوم، ممكن يبني مع 100 سنة، ممكن ما يبنيش، ممكن يخليها منطقة حديقة عامة، ممكن قلقيلية يجب أن توسع، خصوصا إحنا في عدد المواليد بازدياد وعدد السكان بازدياد، كمان سعر الأرض المسموح البناء عليها ارتفع بشكل ضخم، يعني سعر الأرض ارتفع بشكل ضخم. قلقيلية يجب أن توسع هيكليا، لكن يجب أن يكون التوسع مدروس. We are not in a two states which are far away from each other. We are in the same house. This is my description to the situation. We, the Palestinians in West Bank, we are living with the Israelis in the same house. To live in the same house with a cousin or a brother or a relative, it means that you have to have a good relation with him. You see, otherwise, you will live, you see, in a bad way, and you live in a way which is not suitable for human beings.